سكول دروس خصوصية مجانية للجميع. مرحبا بكم جميعا في ريسكول. اسمي حياة وأنا مدربتكم في دروس الدعم. أشكر شريكنا تلفزة تي في على دعمه في إنجاز هذه الكبسولة. قبل الشروع في الدرس سوف أقدم لكم بعض النصائح المهمة. لا تترددوا في التوقف وأخذ الوقت الكافي لفهم الكبسولة. لا تترددوا في العودة والاستماع إلى ما قلته. خذوا كل وقتكم للاستيعاب والتكرار بصوت عال. قوموا بالكثير من التمارين وألقوا نظرة على الكبسولة عدة مرات حسب الضرورة. هيا لنبدأ المراجعة مع طبشورة المعرفة. اليوم سنراجع القسم المشترك الأكبر الذي درستموه في الصف. إليكم إصلاح تمارين الكبسولة السابقة بعنوان الأعداد الصحيحة الطبيعية مجموعة قواسم عدد صحيح طبيعي. سنبدأ ببعض التمارين البسيطة التي ستساعدكم على فهم الخطوات اللازمة للبحث عن القاسم المشترك الأكبر لعددين صحيحين طبيعيين. لكن أولاً إليكم التعريف التالي. القاسم المشترك الأكبر لعددين صحيحين هو أكبر قاسم مشترك لهذين العددين، يرمز للقاسم المشترك الأكبر لعددين A و C كالتالي. هل أنتم مستعدون؟ لننطلق. سنبحث عن القاسم المشترك الأكبر للعددين 42 و63 باستعمال أربع طرق مختلفة. سنبدأ بالطريقة الأولى باستعمال قواسم العددين. سوف نبحث أولاً عن هاتين المجموعتين. لدينا 42 تساوي 42 ضارب 1 كما تساوي 21 ضارب 2 أو 3 ضارب 14 أو كذلك 6 ضارب 7. إذن فمجموعة قواسم العدد 42 هي التالية. بنفس الطريقة نبحث عن مجموعة قواسم العدد 63 فنتحصل على المجموعة التالية. مجموعة القواسم المشتركة للعددين 42 و63 هي 1 3 7 و21. نلاحظ أن 21 هو أكبر عدد في هذه المجموعة ويسمى القاسم المشترك الأكبر، ونكتب القاسم المشترك الأكبر للعددين 42 و63 هو 21. إليكم إذن المراحل للبحث عن القاسم المشترك الأكبر لعددين صحيحين طبيعيين. الطريقة الأولى قواسم العددين. نقوم بالبحث عن جميع عناصر مجموعتي قواسم العددين. نحدد مجموعة القواسم المشتركة. نختار أكبر قاسم مشترك من بين هذه المجموعة. أحسنتم! تلفزة تي في تشجعكم وتدعوكم للمزيد من العمل. نمر إلى الطريقة الثانية باستعمال الفروق المتوالية. لكن أولاً يجب علينا التعرف على بعض خصائص القاسم المشترك الأكبر. إذا كان A قاسماً لB ف
فإن القاسم المشترك الأكبر للعددين A و B هو A. القاسم المشترك الأكبر لA و B هو نفسه القاسم المشترك الأكبر لB و A. إذا كان D قاسم مشترك لA و B، إذن فهو قاسم لA مع B و A إلا B. نستنتج أنه إذا كان A أكبر من B، فإن القاسم المشترك الأكبر لA و B يساوي القاسم المشترك الأكبر لA إلا B و B. نبدأ إذن بالبحث عن القاسم المشترك الأكبر للعددين 42 و 63. لدينا القاسم المشترك الأكبر لـ 42 و 63 يساوي القاسم المشترك الأكبر لـ 63 و 42. لدينا 63 إلا 42 يساوي 21. إذن القاسم المشترك الأكبر لـ 63 و 42 يساوي القاسم المشترك الأكبر لـ 42 و 21. نعلم أن 42 هو مضاعف لـ 21، إذن القاسم المشترك الأكبر لـ 42 و 21 هو 21. إليكم إذن المراحل للبحث عن القاسم المشترك الأكبر لعددين صحيحين طبيعيين. الطريقة الثانية: خوارزمية الفروق المتوالية. نبدأ بطرح العدد الصغير من العدد الكبير، أي إذا كان A أكبر من B فإن A إلا B يساوي R، ثم نقوم بطرح R من B ونكرر العملية حتى نتحصل على نتيجة تساوي صفر. القاسم المشترك الأكبر لA وB هو آخر نتيجة غير منعدمة. سنواصل البحث على القاسم المشترك الأكبر في الكبسولة الموالية. أحسنتم! تلفزة تي في تشجعكم وتدعوكم للمزيد من العمل. لا تقلقوا، مع التمارين سوف يصبح الدرس أكثر وضوحاً، لكن يجب عليكم معرفة القواعد لأنها مهمة جداً. إليكم بعض التمارين التي يجب القيام بها بمفردكم مع الأصدقاء أو العائلة أو مع مدرسكم، وستجدون الإجابات في الكبسولة التالية بعنوان الأعداد الصحيحة الطبيعية القاسم المشترك الأكبر الجزء الثاني. أحسنتم، أنا فخورة بكم، والآن أقوم بتمرير طبشورة المعرفة إلى المراجعة التالية. نشكر مرة أخرى شريكنا تلفزة تي في على دعمه في إنجاح الدروس الخصوصية ريسكول. أتمنى لكم يوما سعيدا في المدرسة. اعملوا جيدا في الفصل، انتبهوا للدرس واستمعوا إلى معلمكم، فهذا هو سر النجاح. دروس خصوصية مجانية للجميع.